إذا محاضرة اليوم إن شاء الله بدنا نراجع يعني خلال 5 6 دقائق بس هذا الإكزامبل ونكمل. ليش؟ لأنه في الخطوة الأخيرة بهذا الإكزامبل اللي هي الشير في الجسور لسه مش كاملة يعني، وفي كم ملاحظة. لخص لك الوضع، هذا بلان إذا فاكر بالمحاضرة الماضية، 7.5 ثلاث مسافات، 6 ثلاث مسافات. النظام الإنشائي two-way solid slab with beams between all columns. المطلوب نحسب سماكة سلابي، تمام، ونعمل ديزاين لأحد الفريمات وبالتحديد فريم 2. أكيد اف برايم سي واللود واف واي كله معك. فعلشان احنا بدنا نوجد سماكة سلابي، تفرض نفسك ضمن الفا اف ام معينة. فرضنا ضمن الفا اف ام أكبر من 2، يعني في فورمولا طلعت معك السماكة 0.17، حكيت تراي 200. فالخطوة الآن بدك تثبت هل فعلا الفا اف ام زي ما انت كاتب اسيوم الفا اف ام أكبر أو 2. لذلك يا جماعة يا محترمين، الجسور الخارجية معطية 400 600، لكن تأخذ جزء من السلاب. لذلك هذا ال وهذا تي من الاستاتيكا، احسب اي اي وبعدها وزع الالفات. الخط 1 يبقى الفا اف 1 وخط 4، خط 2 و3 الفا اف 2، وخط اي ودي الفا اف 3، وبي وسي الفا اف 4. طبعا وزعنا هذول الالفات تبعا ل اي للبيم على اي للسلاب. فلذلك الفا اف 1 هي اي لال سكشن على اي لفريم عرضه 3، الفا اف 4 اي ل تي سكشن على اي ل سلابي او فريم عرضه نصف هذه المسافه ونصف هذه المسافه اللي هي 7.5. لذلك اوجدنا الالفات اذا فاكر بالمحاضره الماضيه، وطلعت كل الفا منهم اكبر من 2، يعني افرج لاي 4 منهم راح يكون اكبر من 2. لذلك ما في داعي تحسب الفا اف ام لكل بني، يعني اللي فارضه صحيح. خطوه اللي بعدها كالمعتاد، طبعا الترتيب كله زي بعضه، وان واي او تو واي. النقطه الثانيه بدك تحسب اللود على المتر المربع، طلع 18.8، وبدك تعمل تشيك شير، وقلنا انه بالشير تعتبر كانه كل سبان سمبل، فالشير دبليو ال على 2. وكل بنل لها بعدين، وشفنا انه بامكانك تاخذ البعد الصغير. لذلك الشير دبليو ال على 2 على السنتر ناقص بي 1 على 2 على الفيس ناقص دي ات ديستنس دي فروم فيس. فطلع الشير 49.6 من الكود الاي سي اي، طلعنا ال 5 يو سي وطلعت 50 اكبر من 49، يعني اوكي. جينا للفريم، الفريم تبعنا اذا فاكر هو فريم باتجاه اكس، ثلاث مسافات، 7.5 7.5 7.5. الخطوة الأولى توجد ام نود اللي هي باختصار دبليو ال تربيع على 8. لذلك كيو التمت في ال 2، اللود على المتر المربع في عرض الفريم، لأنك بتحول من متر مربع ل لاين لود، لأنه هذا الفريم عرضه 6 أمتار. إذا 6، لاحظ 6 في اللود على المتر المربع في ال تربيع على 8. المسافة سنتر تو سنتر ناقص نصف عرض السبورت ناقص نصف عرض السبورت. وهذا الجزء هو جزء وزن الجسر، او وزن جزء الجسر اللي نازل تحت السلابي. سلابتك 200، جسرك 600، اذا في 0.4 في 0.4 جاي وزن بالاضافه ل 18، اذا 0.4 في 0.4 في 25 في 1.2. ايضا التربيع 8 طلع 720. الخطوه اللي بعدها ام نود هون صارت معروفه لكل سبان. هذا سبان داخليه. فالمومنت بالفريم 0.65 0.65 0.35 من ام نود. هذا سبان خارجيه وهذا سبان خارجيه لها جدول. فحسب تو واي سلاب وذ بيمز بتوين اول سبورتس بيطلع المومنت الخارجي 0.16 من ام نود، والبوزيتيف 0.57 من ام نود و 0.7 من ام نود. اذا صار عندنا رسمه المومنت دياجرام جاهزه للفريم، يعني خطوه 2
frame bending moment diagram. الخطوة اللي بعدها بدنا نصير نوزع هذا المومنت بين البيمز او بين البيم والسلاب. فلهذه الخطوة قديش بدنا ناخذ مومنتس من الفريم ونعطيه للكولوم ستريب. كولوم ستريب شفنا من الشكل الفوقاني عرضه 3 متر. فلذلك هذول الثلاثة متر فيهن سلابي وفيهن بيم. فكيف بدنا ناخذ او قديش الارقام او النسب اللي بدنا ناخذهم من الفريم؟ في جداول، ثلاث جداول اذا فاكر، واحد للبوزيتيف والثاني للانتيريور نيجاتيف والثالث للاكستيريور نيجاتيف. هذه الثلاث جداول فيها التو على ان 1 عرض الفريم على طول السبان. احنا اي مومنت فيهم هذول سواء كان داخلي خارج اي شيء ال 1 ثابته 7.5 وعرض الفريم 6. لكن لو كان معك ثلاث سبانات كل سبان غير، فبدك تشوف كل سبان كل سبان بتعاملها غير يعني. طبعا نفس المعامل كجنرال، لكن القصد كارقام ال1 بتكون غير. لذلك طول سبان احنا عندنا 7.5 عرض الفريم 6 قلتوا على ال1 موجوده. ايضا الفريم تبعنا اذا بتطلع على الشكل الفوقاني بتلاحظ انه الفريم تبعنا الفا اف له كانت 2.89، فلذلك الفا اف قلتوا على ال1 اكبر من 1. ايضا احتجنا لشيء اسمه بيتا تي اذا انك فاكر، اللي هي سي على 2 اي اس. اي اس المومنت بينيرشال سلابي 1 على 12 بي اتش تكعيب بعرض الفريم، وسي التورجن كونستانت للبيم اللي عمودي على الفريم تبعنا فهو السكشن، وطلعنا سي. فلذلك طلعت بيتا تي 1.02. رحنا للجداول شفنا النسب، فكانت النسب للطرف الخارجي 0.92 والبوزيتيف والبوزيتيف والانتيريور نيجاتيف والانتيريور نيجاتيف 0.81. هذا رسمة المومنت دياجرام للكولوم ستريب سلاب زائد بيم. طبعا من النقطة يعني نقط 1 و2 و3 ما بينفعوا للديزاين. اللي بدك تعملهم ديزاين انني 4 و5 و6. النقطة الرابعة قديش بدك تاخذ من هذه رسمة المومنت مومنت تعطيه للجسر. فإذا الفا اف ال2 على ال1 أكبر من 1 زي ما هي طالعة معنا، ف 85% من هذه المومنت بتروح للجسم. هاي رسمه المومنت دايجرام للبيم. معناها اللي بيظل 15% من هذه الاشياء بتروح لمين؟ لسلاب كولم ستريب. اذا هذه رسمه المومنت دايجرام للبيم، البيم تي سكشن. حبيت تصمم ريكتانجل انا ما عندي مشكله. السلابي اللي هي يمين وشمال البيم عرض الكولم ستريب 3 متر. راح اطلق منه 0.4 اللي هو عرض الجسر. فصفى عندك سلابي عرضها 2600. فلذلك رسمه المومنت دياجرام هذه لكروس سكشن عرضه 2600 وعمقه 200 ودي 160. توجد لكل واحد فيهم المومنت، توجد لكل واحد فيهم عفوا اريوستي. وذكرنا انت اذا بدك يعني ما بدك تغلب نفسك في كل رقم، شوف الاريا اوف ستيل مينيموم كم بتعطيك مومنت فاي ام ان. فاذا فكل رقم اقل من فاي ام ان بده مينيموم ستيل 0.018 بي في اتش. واي مومنت اكبر من فاي ام ان يحسب له الاريا اوف ستيل اللي بده اياها. فاللي بيظل المومنت لمين؟ للميدل ستريب. فلذلك الميدل ستريب اذا فاكر المومنت اللي فيه هو المومنت في الفريم ناقص المومنت في الكولم ستريب، يعني المومنت في الخطوه 2 ناقص المومنت في الخطوه 3. اطرح بيطلع معك هذا الشكل. لعند هون احنا وصلنا. فهذه مراجعه ماشي للاكزامبل. اخر نقطه بهذا الاكزامبل كيف بدنا نعمل ديزاين للجسور للشير. يعني جميع الخطوات الماضيه عملنا تشيك لسلاب في الشير وسلحنا السلابي للمومنت يعني فور فليكشر، وسلحنا البيم للمومنت يعني فور فليكشر. ظل الشير على البيم. ذكرنا بشرح ماضي انه لما بدنا نتحدث عن الشير تفترض انه اللود توزيعه بزوايا 45 درجة. فلما توزع انت اللود بزوايا 45 درجة بيظهر معك وبيبين معك كيف اللود اللي جاي على الجسور. تمام؟ لذلك
انا هون راسم لك الفري بودي دايجرام ل اكستيريور سبان في البيم. طبعا انو بيم؟ بالفريم تبعنا. احنا طلب منا في نص السؤال صمم فريم 2، معناها في هون بيم، هذا البيم له سبان 2 3 7 ونص 7 ونص 7 ونص، وهذا الجسر شكله تي، فبدنا نشوف اللود على هذا الجسر. تمام، طبعا بتقدر تعامل كل سبان لحال، يعني هذا سبان شوف قديش اللود اللي عليها، وشوف الاند مومنتس، هذا سبان نفس الشيء قديش اللود اللي عليها والاند مومنتس، فصار كانه عندك نموذج انشائي مستقل سمبل. فهذا من الاستاتيكا، توجد رياكشن ات ليفت ورياكشن ات رايت، يعني شير ات ليفت وشير ات رايت. ارسم لك توزيع اللود على الجسر اللي هو مبدا الزوايا 45 درجه اللي انحكى بالمحاضره الماضيه. لذلك يا جماعه يا محترمين بدنا نشوف توزيع اللود على الجسور الذي يستخدم بتصميم الشير. طبعا كل بانل من هذول البانلز 6 في 7 ونص، لو انا ارسم لك بس عيني هون واكمل لك، هذا 6 وهذا 7 ونص، فانت بدك تطلع من هون زاويه 45، طلع زاويه 45 اكيد بلتكم هون نقطه صح؟ هذه 3 وهذه 3 ما دام 45 ايضا هذه شو؟ 3 صح ولا مش صح؟ هذا الضلع هذه المسافه 3 وهذه 3 هذه الزاويه 45 نفس الحكي هون اعمل طلع معك معناها البيم القصير بيطلع عليه الحمل مثلث والبيم الطويل بيطلع شو؟ شبه منحرف. طبق السياسي هون. شايف؟ هذا البيم رقم 2. معناه هيك راح يطلعوا شكل اللود على الجسر. صح ولا مش صح؟ مظبوط عمو؟ ماشي. طبعا بتحب تتسلى وتكملهم. كملهم. يعني اذا شايفين حالنا شوية فاضيين اشغال كمل لكل سبانات. فبتلاحظ كل بيم، يعني البيمز اللي في واي تلاحظ انه الحمل عليهم كله ايش؟ مثلثات. والبيمز اللي في الاكس الحمل اللي عليهم كله ايش؟ اشباه منحرفة. هذا الشكل حلو صح؟ تقدر تلون كل زون لون هيك وتعمل شكل هندسي زي ايام المدارس اذا فاكر. فلذلك هذا الجسر تبعنا، هذا الجسر، فلذلك الجسر تبعنا ماشي، هذا سبان تاخذ هذا اللود وهذا اللود، طبعا نفس الشيء هذا سبان هذا اللود وهذا اللود. لذلك يا جماعه يا محترمين صار واضح انه هذا سبان هاي شكلها وهي اللود اللي عليها. طبعا اللود اللي عليها شبه منحرف من فوق وشبه منحرف من تحت، يعني شبه منحرف بس ايش ارتفاعه؟ بيكون 3 و3 6 متر. اذا اللود اللي على الجسر من سلابه 6 3 من فوق 3 من تحت ضرب اللود على المتر المربع كان 18.8. ايضا شو في كمان عليه الجسر تبعنا؟ وزن الجزء اللي نازل تحت السلاب، فاكر؟ السكشن هون بهاي الشكل. هسا لما تكون 6 في 18.8، 18.8 اللي هي هذا الوزن داخل هون. إذا ردينا دخلنا ايش؟ ال 0.4 في 0.4 في 25 في 1.2. ايضا لما بدك انت تفصل سبان عن الاستراكشر شو بدك عمو؟ الاند مومنتس. فاكر بالانشاءات الاند مومنت لمين؟ للبيم.
اللي قبل شوي صغير شفناه. في عندك مومنت ام 1 اللي كان 90 وشيء اعتقد، وام 2 كان 300 وشيء. انتهى الموضوع. فهذول الثلاث احمال موجودات على الجسم. فكيف علموك مدرسين الانشاءات كيف تحسب الشير؟ اللي هو رياكشن. هذا شبه منحرف، مساحته عارفها من ايام المدارس، نصه هون نصه. هذا الشكل عليه لود W كيلو نيوتن للمتر، W على 2 W على 2. هذا الشكل عليه 2 مومنتس، ففرق المومنتس على L بعطيك الرياكشن. إذا رجعنا للنوتس هون اللي تحت، M2 أكبر من M1، إذا معناها الأسهم تبعاتك هون هيك بكون، حتى يكون مجموع المومنتس حول النقطة صفر. لذلك هذا الرياكشن يساوي هذا الرياكشن يساوي M2 ناقص M1 على L. طبعا مش بصم، استاتيكا. لذلك الشير ات ليفت مجموعهم، الشير ات رايت مجموعهم. طبعا شو بيفرق هذا سبان على سبان داخلي؟ زي بعض حرفي، ما عدا انه الام 1 والام 2 قد بعض. فلما يكون الام 1 والام 2 متساويات ما في هذول الرياكشنز، مش غير بس من شبه المنحرف والريكتانجل. طبعا طول السبان تبعتنا احنا قديش؟ 7.5 صح؟ الاند مومنتس انحسبوا على ال ان، بس دقيقه، ال ان او الام 1 والام 2 انحسبوا على ايش؟ على ال ان. لذلك انا بدي اشتغل على 7 متر. فلذلك هذا شبه المنحرف مش ثلاثي، ثلاثي 1.5، فبيطرح ربع، بيطرح ربع يعني 2.75 1.5. لما بدك توجد شبه مساحه شبه المنحرف، مش بدك هذا الكلام عارين احكي. دكتور كيف احسب رياكشن المومنت كمان مره؟ دلتا ام على ال، يعني ام2 ناقص ام1 على ال، او روح للاستاتيكا خذ مجموع المومنت حول هذه النقطه صفر بيطلع هذا الرقم، مجموع اف واي صفر هذا الرقم. يعني باختصار اصلا كيف اجت دلتا ام على ال؟ من مبادئ الاستاتيكا. يعني افرض في الاستاتيكا جبنا لك سؤال هيك، هاي مومنت وهي مومنت، طلع الرياكشن عادي، ما بتعرفش انت يعني اعتبر نفسك معلوماتك صفر. فعادي جدا، شو واحنا صغار كنا نعمل فاكرين؟ نحط الرياكشنز صح، هاي او حتى كنا نسميه اي واي اذا فاكرين، وبي واي، او ار1 وار2، مجموع المومنت حول هذه النقطه صفر. فراح يطلع ناقص هذا المومنت زائد هذا المومنت ناقص R2 في الذراع يساوي صفر، فاكرين وانتم صغار؟ فمجموع المومنت حول هذا النقطة صفر، طلع R2، مجموع FY صفر، R1. راح تكتشف انه R1 تيجي عكس R2، يعني واحد اللي فوق واحد اللي تحت. بس احنا هون عشان كبرنا، يعني انه هذه M الكبيرة مثلا سميتها M2، هذه M الصغيرة سميتها M1، M2 أكبر من M1. ما دام M2 أكبر من M1 معناها اتجاه المومنت الخارجي هيك، معناها لازم الرياكشنز يعملوا مومنت عكسه. لذلك لاحظ هذه خليتها طالعة، هذه خليتها نازلة. هذا الرياكشن يساوي هذا الرياكشن يساوي M2 ناقص M1 على L. هذا بعد ما إنه الواحد يعني حل وخرج من الاستاتيكا وخرج من الإنشاءات وجمع هيك أفكار. اما لو واحد بدوش جمع افكار زي ما حكيت لكم، يعني ولا بفكر في شيء، حط الرياكشنز واشتري. لذلك اجمع رياكشن 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 هم شير ليفت. طبعا هذا الرياكشن مساحه شبه المنحرف على 2 صح، هذا دبليو ال على 2، هذا دلتا ام على ال. او واحد بدوش كل هالقصه يروح للاستاتيكا حرفي، يحط الثلاثي على نفس الرسم زي ما شفنا قبل شوي صغير بالرسم، يعني حط الثلاث اشياء على نفس الرسمه، خذ مجموع المومنتس حول هذه النقطه صفر، طلع رياكشن، مجموع الفورسز في واي صفر، صفر، طلع رياكشن. برجع لك، حبيت سوبر بوزيشن يعني تجزئ اللود لاجزاء، حبيت ما تجزئوش يعني كله دفع واحده زي الاستاتيكا، برجع لك النتيجه واحده. فهذا الشرح مشروح تحت يعني، بس هون وضحت لك اياه بالرسم والشيء المباشر. فلذلك يا جماعه يا محترمين، نرجع للشير اللي هو اخر شيء بهذا الاكزام،
بعد عندنا بس شوية نوتس. فلذا هاي رسمت لك الأسبان الخارجية. لاحظ ثلاثي واحد ونص ثلاث. طرحنا ربع عشان الفيس وراح طرحنا ربع عشان الفيس. فلذلك اشتغلنا هون على الفيس. إذا المومنت 90 347 من فوق رسمة الدياجرام للمومنت للجسر. تمام؟ هاي الجسر هاي البيم واحنا اخذنا هذا السبان هاي 90 347. هيك الفري بدا دياجرام بالعمل منذ صغار بالانشاءات صح؟ لذلك هذا الوضع هاي 90 347 هاي المثلث اللي هي هذه 6 ضرب 18.8 وال 4.8 اللي هو جزء البيم اللي نازل تحت السلام. مجموع المومنتس حول هذا النقطة صفر طلع هذا الرياكشن. مجموع اف واي صفر طلع هذا الرياكشن او زي ما ذكرت لك. هذا الرياكشن هو شو؟ مساحة المثلث ونصف مساحة الريكتانجل واربعة وثمانية في العشرة في ثلاثة ونص ودلتا ام على ال يعني كأنه سوبر بوزيشن. هذا الكلام هي مكتوب عندك هون. لذلك الشير ات ليفت 220 والشير ات رايت 293. اسبان الداخلية نفس هذه لكن هذا المومنت قد هذا اذا ما في دلتا ام على ال. لذلك بيطلع معك في السبان الداخلي شير ات ليفت يساوي شير ات رايت يساوي 256.5. هيك صار عمو الشير عارفه انت سبان خارجيه 220 293 سبان داخليه 256 256 فبترجع لخرسانه واحد تعمل ديزاين للجسر في الشير. اذا احنا هون بنكون لاحظ هي اجى اكزامبل اخر يعني بنكون مطيرين هذا الاكزامبل. طبعا كل اللي احنا عملناه لفريم واحد فانت الاصل تشتغل بقيه الفريمات. ضال عندنا شويه ملاحظات على التويس لاب سيستمز. طبعا ما بنخلص الشابتر احنا اليوم يعني بس القصد انه نصير زي شعبه الصبح. ففي عندنا شويه ملاحظات. بالنسبه للاكزامبلز الاكزامبل الثاني اللي هو الفلات بليت فلات بليت هذا الاكزامبل فيش شيء ولا بيم بالمره لا برا ولا جوا. فبتظهر فيه قضيه البنشنج شير والبنشنج شير لسه انا ما شرحته. لذلك اكزامبل 2 هذا بتاجل بعد شرح البنشنج. نيجي للاكزامبل رقم 3 هذا معك حاليا لانه اذا فاكر اي حاجه شرحتها سابقا كنت اجيب سيره اي سكشن فاكر دي سكشن ولا اي الرسم الماضي والاشياء الماضي. هذا الاكزامبل اكزامبل 3 مطلوب منك بدك تقراه وعندك سؤال سالني. لذلك هذا يو بوت سيستم فويدد. طبعا بحدثك بعد شوي عن بعض الاشياء. الاكزامبل اللي بعده يعني شايف هذا السكشن كيف بيكون زي ما اتفقنا الفويد في النص السلابي. وفي عندك الاكزامبل اللي بعده وفل سلاب وفل يعني كانها تو ويرمد سلاب لكن ما في طوب لذلك في فراغات وورجيناكم اشياء سابقه وانت عارف شو معنى وفل. ايضا هذا الاكزامبل مطلوب منك يعني مطلوب منك انت في الدار تقرا اكزامبل 3 واكزامبل 4. هذول الاكزامبلز تطبيقات ما في اي حاجه جديده كل شيء انحكى. هذول التو اكزامبلز تقراها. وذكرنا طبعا شو الفروقات بين سوليد وش سوليد. برد الخص لك اياها. الفرق ما بين او الفروقات ما بين سوليد وغير سوليد. النقطه الاولى قضيه مثلا وزن المتر المربع. لانه انت بدك مثلا او بدك تصمم الفريمات. تعمل شك على الاسلابي بدك يعني للشير او للمومن بدك تحسب اللود على الكولوم يعني باختصار بدك اللود على كل متر مربع. سوبر امبوز لايف لود ما بتفرق بس اللي بيفرق شو؟ السيلف ويت. لذلك انت بدك تتدرب وتشوف كيف بدك تحسب وزن متر مربع من سلاب. لو كانت سوليد سماكه سلاب في جاما كونكريت لكن وفل الوفل في
فراغات. طبعا من ايام المدرسه الواحد بيعرف انه كيف يحسب وزن شيء، فوليوم في جاما. لذلك انت المتر المربع بتشوف قديش في باطون وقديش في فراغ. طبعا الفراغ بهمكش، بهمك وزن المتر المربع. يعني المتر المربع قديش في كونكريت اضرب في جاما كونكريت. هذا فيما يتعلق بالوفن. ايضا الفويدد نفس الشيء، الفويدد، الفويدد وزن متر مربع، المتر المربع فيه ايضا فراغات، لكن الفراغات هناك في النص، هون الفراغات مثلا تحت. طبعا كرياضيات مش يعني او كفراغ فراغ، لكن انت طبعا بدك المتر المربع تشوف قديش في فراغ. في الفويدد يجب انك تضيف وزن القالب. القالب عباره عن صندوق زي ما شفناه بلاستيك الوزن، بدك تشوف قديش الصندوق وزنه. اذا باختصار اول فرق ما بين سوليد ومش سوليد وزن المتر المربع. في الاكزامبلز موجود، يعني هذول التو اكزامبلز انا حاسب لك وزن متر مربع، والمفروض من غير ما احسب لك انت بتعرف يعني من ايام المدارس يعني شو، لكن مش غلط محسوب امامك كيف بدك تحسب وزن متر مربع. فبتتبع على الارقام. النقطه الثانيه قضيه الالفا. لما بدك تحسب الفا اف ام فاكر بدك الفا اف اي للبيم على اي للسلام. اي للبيم، البيم بالنهاية ما بفرق، سوليد ريب كله واحد بالنهاية، ال تي ريكتانجل اللي عاجبك. اذا اي للبيم ما فيها مشاكل او عارفينها من قبل، بظل ايش؟ اي للسلام. افرض انه هذا السلاب اللي امامك في بيم، هون هون في بيم، تمام؟ في سلاب في فريم رقم 3. اذا هذا البيم ضمن هذا الفريم عرضه قديش؟ 7.5. فريم رقم 3 عرضه 7.5. طيب بدك تحسب هون الف اف اي للبيم على اي للسلاب. اي للبيم مثلا ريكتانجل ماشي، بدك اي للسلاب، سلاب قديش عرضها؟ 7.5. فزي ما حكينا سابقا بتشوف، افرض هذه وافل، بتشوف اكم تي موجود في 7.5. طبعا والله اذا مزاجك رايك بدك ترسمهن، ارسمهن على الاوتوكاد وتصير تعد فيهن 1 2 3، او عرض الفريم على بي فلانج خالصين، ولا لا عرض الفريم على بي فلانج بيطلع معك عدد التيات الصغار هذول او الردات، طلع مثلا 17.5. بتروح للتي سكشن صغير احسب له اي، فبتضرب اي لهذا التي ضرب 17.5. اذا هذه اسمها ايش؟ اي للسلاب. طبعا نفس الحكي الفويدد كله واحد يعني، بس اللي بتغير السكشن. لذلك هذا الفرق الاخر فيما يتعلق بالفا الفا اف. ايضا فيما يتعلق بالشير في سلاب، اذا فاكر الشير في سلاب، يعني مثلا هون احنا تعلمنا قبل في الاكزامبل الماضي انك بدك تهتم بالسبان القصير. انت هون البانلز تبعاتك 7.5 في 9، اذا الشير شو كان هون؟ دبليو ال على 2 ناقص بي 1 على 2 اللي هو نصف عرض السبورت ناقص دي. هون قديش المسافه؟ 7.5. في المثال الماضي كاننا ماخذين شريحه عرضها متر، ليش؟ استخدمنا اللود 18.8 كامل يعني كيلو نيوتن لكل متر مربع. في الربد او الفويدد بدك تضرب الشير اللي بيطلع معك، لانه شريحتك هون مش متر، شريحه هون اللي بتتعامل معها من نصف طوبه لنصف طوبه، او من نصف فراغ لنصف فراغ، اللي هي يعني باختصار بي فلانج. لذلك بتضرب الشير تبعك الفي التيميت في بي فلانج. ايضا الفاي في سي هناك كان 1000 صح؟ بي ويب في دي، هون شو راح يكون؟ بي ويب في دي، بي ويب هون ايش؟ اللي هي 150 مثلا او عرض الرد، يعني زي ما عملنا في الوان وير بسلاب. الوان وير بسلاب اذا فاكر لما حسبنا في التيميت ما اخذناش عرض المتر، اخذنا المتر في البي فلانج. ايضا لما حسبنا الفاي في سي ما اخذناش 1000، اخذنا شو؟ البي ويب للرب. اخر تعليق عري نحكي. دكتور كمان بحساب في سي بنضرب ب 1.1 ولا لا؟ كلامك سليم، نضرب في 1.1. نعم ماشي. النقطة الأخرى لما بدك مثلا تسلح،
الكولوم ستريب. احنا قبل شوي شفنا المومنت الكولوم ستريب وكان معنا سكشن عرضه مثلا 3000 وعمقه 200، فمومنت معك وريكتانجلر سكشن. طب هون المومنت معك نفس الشيء، يعني الجداول نفسهن نفسهن سريعه المفعول، المومنت معك. طب هذا المومنت مش على ريكتانجل، هذا المومنت على مجموعه من التي او مجموعه من الربات، نفس الشيء. قبل شوي قلنا عدد الربات هني عرض الفريم تقسيم بفلانج، طلعوا مثلا 17.5. فبتقسم المومنت اللي في الكولوم ستريب على عدد الربات اللي في الكولوم ستريب، قسم المومنت اللي في الميدل ستريب على عدد الربات اللي في الميدل ستريب. يعني باختصار بدك توجد المومنت في الرب الواحد، فبتوجده عادي، يعني بتسلح زي التي سكشن اللي هو في الون وير بسلاك. تعليق اخير فيما يتعلق بالفروقات ما بين الوفل والربد والسوليد، لما بدك تبدا بالسؤال، يعني مثلا اذا كانت البيمات معك وسماكه سلابي معك وسكشن في سلاب معك، خلاص محلول، بفرقش نوع الاستراكشر لانه كل شيء موجود. لكن لما انت بدك توجد سماكه سلاب، انت نفسك بدك توجد سماكه سلاب، طبعا زي قبل حط نفسك ضمن الفا اف ام. افرض حطينا نفسنا ضمن الفا اف ام اكبر من 2، في فورمولا اذا فاكر طلعنا السماكه، هذه السماكه طلعت مثلا 250 ملي. طيب هل ال 250 ملي هذه تضبط انها تكون سماكه سوليد ولا سماكه الوفل ولا الفويدد؟ يعني بغض النظر شو نوع سلابي، هل 200 او ال 250 سريعة المفعول؟ المفروض لا ولا لا؟ لذلك انت بدك تعتبر الجداول اللي معك اللي كانوا والفورمولاز تبعات السماكه، اعتبرهن لشو؟ لسوليد سلاب. يعني مثلا المثال اللي كان معنا طلعت السماكه 200 ملي، استخدمنا سوليد 200. طب افرض بدك وفل، فكيف بدك تعرف السماكه بالوفل؟ طبعا فيش داعي انك تعقد نفسك برياضيات معقده، فانت عارف من استاتيكا وميكانيكا مواد، وعارف حتى كونك انسان انه السكشن اللي فيه فراغ المومنت فينيرشال اللي له اقل من السكشن السوليد، صح ولا مش صح؟ طبعا مفهوم نفس السماكه. يعني اذا اتوقع انه سماكه الوفل اعلى من السوليد، سماكه الفويدد اعلى من السوليد، اذا انت بتقدر تقترح فويدد اكبر من 200. مثلا قول انا بدي 250 ملي، ترسم سكشن تقترحه واحسب له اي للكروس سكشن. اذا طلعت اي اكبر او يساوي اي للسوليد تبعتك ال 200 ملي، خلص بس مش اكبر ضرب 3، يعني لو زادت 10% 15% ماشي، طبعا شيء حرفي مستحيل ولا لا؟ فلذلك هذه النقطه او هذه الاشياء اللي هي بتميز السوليد عن اللي مش سوليد. الحديث اللي حكيت لك اياه الاصل معروف تلقائي وانشرح معظمه سابقا، وفي الاكزامبلز هذول 4 و5 كل حاجه بالارقام. احكي عريم. ايه يعني دكتور نطلع السماكه لو كانت لو كانت البانل سوليد وبعدين نقترح سماكه معينه على اساس انها وفل بنطلع لها اي، واذا كانت اي للوفل اللي حسبناها اكبر من اي للسوليد خلاص. كلامك سليم صحيح تمام التمام. اذا هذه الاشياء يا جماعه يا محترمين، طبعا انا بنصحكم انكم تقراوا، طبعا فيش شيء اجباري انت حر، لكن في عندنا اكزامبلز 4 اكزامبل 4 واكزامبل 3 ماشي. ولاحظ مسلح لك اشياء كمان، يعني مش بس شايف مسلح هون، يعني مش بس انا مكتفي بالاشياء، لاحظ الخطوات نفسها، يعني ما في فرق، كله زي بعضه سوليد مش سوليد، كل واحد واحد شايف الفا اف وبيتا تي والمومنت بالكولوم ستريب كله زي بعض، بس الفروقات انك بتسلح هون التي واحده صغيره، يعني بدك تشوف بدك تقسم المومنت تبع الفريم او المومنت تبع الكولوم ستريب على عدد الربات في الكولوم ستريب. لما بدك تصمم مثلا رب في الميدل ستريب، بدك تقسم المومنت تبع الميدل ستريب على عدد على عدد التيات الموجودات في الميدل ستريب. يعني اذا بتفكر انت بينك وبين نفسك بتلاحظ ولا شيء، يعني ماده بيبي مش فيها حاجه.
إذا هذول الاكزامبلز عمو بتقرأهم وأي شيء على راسي، لو فيهم أشياء جديدة شرحتهم بس ما في شيء يعني. احكي علي. دكتور هسا مش بالربط كنا نوجد اس مثلا و اتش اف وهي الاشياء على اساس نشوف كيف شكل السكشن، برضو بالوفل والفويدد نفس الاشي بيكون اس و بي نفس دبليو، الفكر، مظبوط كلامي، هو الفكر يعني بظل نفسه، يعني نفس الحدود نفس اللي الليميتيشنز، قولي تقريبا نفس الليميتيشنز. تمام. طيب نعم دكتور اه باليوبوت كمان نحسب وزن القالب صح؟ أما بالوفل كلامك لا. سليم، بالوفل ما هم فشي القالب لانه بنفكه، مظبوط. طبعا في تمام. نقطة يا جماعة يا محترمين، كلكم خبراء انترنت وكلكم خبراء صاحبكم جوجل، الأصل إنك تروح تبحث عن القوالب، يعني القالب تبع الكوبياكس مثلا أو اليوبوت. لما بدك تعمل ديزاين، هل بصير إنك تألف قالب أبعاد؟ صح ولا لا؟ ما بصير، لأنه مش رايح الشركة تصنع لك على 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 مزاجك يعني. لذلك الأصل أنتو كل واحد فيكم ينزل الكتالوجات ماشي تبعات شركة يوبوت وشركة كوبياكس، تمام؟ لذلك انت لما بدك مثلا تعمل ديزاين زي الطوب، فاكر الطوب؟ الطوب بصيرش برضه تالف طوبه، المصنع راح يصنع لك طوبه يعني خاصه في داركم اللي هي مثلا 50 متر فرضا، طبعا لا. لذلك الاصل يكون معك كتالوج لشركه يوبوت، شو الابعاد الموجوده، وزن القالب، ولشركه كوبياكس ايضا. فكلكم خبراء انترنت، مظبوط ولا لا؟ دكتور وزن القالب صغير كتير، المفروض نهمله. والله يا أستاذي بعرفش إذا أنت تعرف حدا تروح تحمل القالب. أنا حملته يعني، شفته حملته كم كيلو؟ نص؟ أقل حتى، تأكد؟ يعني هو قالب بلاستيك رقيق جدا يعني. مظبوط كلامك اللي بتحكي فيه صحيح، بس هذا القالب يعني كل هو برضه أنت حسب كيف حملته يعني، يعني بجوز هو أجا كيلو ونص أنت شعرت فيه إنه نص كيلو مثلا، حسب بس الأوزان يعني الموجودة. الاوزان مقارنة موجوده مع وزن الديد لود واللايف لود والإشي يعتبر. هو كلامك صحيح، لكن دائما الدقه واجبي، هاي نقطه. نقطه ثانيه، صح. ربنا بعينك استاذ العزيز، بعد المحاضره روح لي على شركه اليوبوت واقرا قديش وزن القالب، تمام؟ تمام. وايضا تنساش انه القالب عاده في اليوبوت 520 ملي في 520 ملي، بيطلع 52 سم 52، والارتفاعات طبعا حسب اللي هو الوضع. هذا القالب لو وزنه كل كيلو ونص، الكيلو ونص مش على متر مربع صح؟ على 0.52 في 0.52، فلذلك لما بدك انت على المتر في متر اكيد بده يرتفع، مفهوم؟ عفوا هسه لو واحد صمم سلابي واعتبر وزنه صفر مش راح تنزل، مفهوم يعني، لكن قصدي انا من ناحيه دقه من ناحيه كذا، بالنهايه لو انت يعني انك حطيت وزن القالب بيكون احسن. في اي تعليقات كمان يعني؟ لذلك يا جماعه يا محترمين بترجعوا للكتالوجات، ليش؟ لانه مثلا في المشروع اعتقد في احد الانظمه فويد، اعتقد على ما اذكر جوز اذا في واحد منهم فويد فما بصير تالف قالب من عقلك، فلذلك بدكم تشوفوا الوضع. اخر شيء عشان تطيروا وتصيروا زي شعبه الصبح، في تعليقات اللي احنا بعض الاشياء اللي كانت مشروحه قبل الاكزامبل وانا تركتها بنوضح جزء منهم، يعني هذه الاشياء كلها متروكه اذا فاكر، طبعا مش انها ملغيه بس انا بشرح، يعني حبيت ان انهي لك الاكزامبل، فلذلك هيك المفروض معك القدره حاليا على تصميم اي تو واي سلاب سيستم، بس بظل نقطه واحده اللي هي قضيه البنشنج شير اللي هي راح تكون بالمحاضرات الجايه، لانه اذا كان الكولوم اذا كانت سلابي قاعده على الكولومز قعود مباشر ففي بنشنج، لذلك هذا بده شرح. اذا انت حاليا بتقدر تحل اي سؤال، وايضا كمان انتم على اساس تستزيد علم لانه مطلوب معك جميع انواع السلابات اللي في الكره الارضيه يعني. فلذلك الاكزامبل نفسه اللي حليناه حله كمان مرتين. كيف مرتين؟ المره الاولى خلي المحيط الخارجي عليه جسور وطير جميع الجسور الداخليه، هاي صار اكزامبل 2. اكزامبل 3 طير البيمات برا وجوا وحله، كلمه حله لعند ما وصلنا يعني توجد سماكه سلابي
ماشي ضمن الأشياء اللي درسناها، وتحلل واحد فريم، مرة حلل الفريم في بيمز، مرة فش إلى آخره، لأنه مفهوم فش مدرس بالكرة الأرضية رايح يحل الطلاب جميع أنواع الإكزامبلز اللي في الدنيا، مظبوط ولا لا؟ هيك معناها هذه المادة بنسميها بس تو اس لابس، صح؟ لذلك أنت كتلميذ من ناحية شرح مشروح لك كل شيء، أما من ناحية إكزامبل مفهوم مش رايح ولا حدا في الدنيا بحل لك كل الإكزامبل. إذا يا جماعة يا محترمين، المفروض أنك تعرف تتعامل مع جميع أنواع السلابات حاليا، بس بقي بانشنج شيت. إذا نشرح لك الأشياء اللي ضلت عشان تصير زي شعبة الصبح. في عندنا تو سيكشنز نشرحهم، سيكشن تحت عنوان مومنتس في الكولمز، وسيكشن تحت عنوان نوتس. هذول التو سيكشنز بدنا نطيرهم. سيكشن 8 9 بحكي عن المومنتس بالكولمز، يعني اذا معناها هذا السيكشن لما بدك تصمم الكولمز، صح؟ مش بدك تصمم سلابي. فطبعا من الانشاءات البحثه اي فريم، يعني الفريم اللي احنا مثلا حللناه، الفريم اللي احنا حللناه هاي شكله كسايد فيو، صح؟ لما بدنا نوجد المومنت على الكولوم هون، مش المفروض انه هذا المومنت اللي على الكولوم نفس المومنت اللي على الفريم؟ فاكرين بالانشاءات المومنت اللي هون مش نفس اللي هون، صح؟ المومنت اللي هون مش نفس اللي هون. اذا المومنت على اي كولوم خارجي هو نفس المومنت اللي على الفريم. اذا كان الطابق متكرر يقسم هذا المومنت على الطابقين، يعني هذا المومنت مثلا 300، مش في كولوم برضه كمان هون، صح؟ لو كان في، لو كان هذا الطابق مش اخر واحد، لذلك المومنت هذا باخذه الكولوم كامل اذا كان اخر طابق، لكن هذا المومنت يعني يقسم الى قسمين، للكولوم الابف والكولوم بلو. طبعا اذا كان الكولومز هذه لها نفس الطول ونفس الكروس سكشن قسم على اثنين، يعني المومنت 300، 150 الكولوم الفوقاني و150 الكولوم التحتاني. اما اذا كان الطول غير والكروس سكشن غير بتروح للانشاءات، فاكر اي اي على ال؟ اذا هذا فيما يتعلق بالكولوم الخارجي. نجي للكولوم الداخلي. الكولوم الداخلي هذا الكولوم مش المفروض ياخذ فرق المومنت، صح ولا مش صح؟ هذا حكي انشاءات مش كونكريت، مظبوط الكلام؟ العمود الداخلي بده ياخذ فرق المومنت ليفت رايت، بس برضه بالمقابل انت دائما بالديزاين بدك تكون بالسيف سايد، بدك دائما الكريتيكال لود كيسز، فكيف بدك تجيب اكبر فرق، اكبر فرق ما بين الليفت والرايت؟ معناها لازم تعمل لود كيسز، معناها لازم اذا هذا سبان طويله وهذا سبان قصير، سبان الطويله لازم تحط عليها لود اعلى من سبان القصيره حتى يطلع فرق ما بين التو مومنتس اعلى ما يمكن، صح سياسه هذه؟ صح ولا لا؟ لذلك ارتأى صاحبك الاي سي اي انه لما بدك توجد المومنت على الكولوم الداخلي بدك تعمل لود كيسز، تتحمل السبان الطويله ديد لود زائد نصف اللايف، يعني استغنى عن النص الاخر هون بس عشان الفرق مش مشان ديزاين فيكشر، احنا صممنا الفريم فل كل شيء، لكن لما بدك تيجي توجد فرق مومنت فارتقى الكود انه يعني صعب جدا يكون اللايف لود صفر في منطقه وفل في منطقه ثانيه، فارتقى ممكن يكون صفر ونص او فل ونص مش صفر وفل. طبعا هذه وجهه نظر واحتمالات، اما افرض انت كمصمم حبيت تحط على سبان الطويله كيو ديد التيمت زائد كيو لايف التيمت يعني فل، ما عندي مشكله، لكن الاي سي اي يعني خفض الوضع. اذا يا جماعه يا محترمين، المومنت على سبان الطويله ناقص المومنت على سبان القصير. فلاحظ، خلينا نفضل الشكل، لاحظوا يا جماعه هي اشاره ناقص يعني فرق، شو هذا الحد؟
هذا الحد. هذا الحد Q dead ultimate زائد 0.5 Q live ultimate، يعني اللود على المتر المربع dead load full ونصف اللايف. اضربه في L2 صح؟ مش دائما انت لما بدك توجد المومنت على الفريم بدك تضرب عرض الفريم. ليه؟ لانه انت بتمثل قاعد عرض كامل في لاين، لذلك L2. اذا هذا الرقم في L2 هو اللود على سبان الطويل. في L تربيع مش طول حياته المومنت عباره عن فاكتور في W L تربيع؟ هاي W هاي L تربيع. اذا هذا يخص سبان الطويل. اذا LN هي ايش؟ السبان الطويله L2 عرض الفريم. هذا معناها المومنت على السبان القصيره. Q did ultimate فتحه هي الديد لود على السبان القصيره، طبعا المفروض نفسها، يعني Q did ultimate و Q did ultimate فتحه نفسهم. ايضا L2 فتحه عرض الفريم في السبان القصيره هو نفسه L2، لكن انا كتبت لك الفورمولا تبعت الكود حرفي. ايضا LN فتحه، LN فتحه طول السبان القصيره اللي احنا شفناها هون. فلذلك يا جماعة يا محترمين، فهذا كأنه المومنت على السبان الطويلة، هذا المومنت على السبان القصيرة. طبعا أي مومنت هو W L تربيع الفاكتور. طبعا هذا الفاكتور كيف جاء؟ لو كانت السبورت فيكسد لكان المومنت 0.08 W L تربيع. شو هذا 0.08؟ وهذا 12 صح؟ فلو كانت سبورت فيكسد لكان المومنت 1 على 12 دبليو تربيع، يعني بوتوي الكود يعني خفضك اياها شوي، تعرف انه في كونتينيوتي ما فيش فيكسيشن تماما، لذلك 0.07. يعني كانك بتقول 0.07 في هذا الكلام المومنت على السبان الطويل، 0.07 في هذا الكلام المومنت على السبان القصير. هاي فرق واضح يا عمو. طبعا مش كل ما انت بدك توجد مومنت على كولوم بدك تروح ترسم الفريم زي ما رسمت لك اياه قبل شوي. طبعا لك ترسم التحور، بس انا رسمت لك اياه عشان اوضح لك كيف اجت هذه الفورمولا. بس هذه نقطه يا جماعه يا محترمين. النقطه الاخيره او قبل الاخيره تحكي عن مثلا النوتس اللي هون مكتوبات بيحكوا عن المينيموم ستيل هي 0.018. هسه المينيموم ستيل مثلا بال بال بالوفل والتو ويرب سلاب زي ما اشتغلنا في ايش؟ في الون ويرب، يعني الرب الواحد التي بتحط له المينيمم 0.0033 زي قبل يعني. طبعا في نقطه برضه كلكم اذكياء، تصميم الفويدد للفليكشر نفسه سوليد. ليش؟ لانها A مش رايحه تنزل بالفتحه بالفراغ. المسافه بين بار والثاني اقل او يساوي 2 اتش، اقل او يساوي 450 ملي. وانا بفضل كمان تحط الفورمولاز اللي كانوا في الون وي، فاكر في تو فورمولاز. كورنر رينفورسمنت، كورنر رينفورسمنت، في شيء اسمه كورنر رينفورسمنت، من اسمه كورنر يعني زاوي او كورني. اني اجت بين الثاني الكورني ولا الكورنر؟ شوفوا لي من جوجل. انا يعني احنا بنقول كورني، احنا اخذناها من الكورنر ولا الجماعه تبعين الانجليزي اخذوها من الكورني؟ هذا معك بحث صغير بس ما تسلموش. لذلك يا جماعه يا محترمين، هذا السكشن بيحكي عن كورنر رينفورسمنت، ليش بدنا اياه وكيف شكله كذا. هاي ابلان صغير، هاي ابلان لبيت. طبعا الكولومز موجودات على الدائر وفي الوسط كذا. هذا البيت كم كورنر فيه؟ لاحظ كيف مش طبعا مفهوم كل بانل فيها اربع زوايا، كل بانل، بس انت ما بتهتم في البانل، بتهتم في العماره كامله، يعني في البلان كامل. هذه كورني، لازم نحكي ليش؟ هذه اسمها كورنر، هاي كورنر، هاي كورنر. فالمواصفه بتحكي لك لازم هذول المناطق نزيد لهم حديد. السبب لو مثلا اشرح لك بانل صغيري، هذه ورقة A4، هذه ورقة A4 حطيناها على قلم وقلم وقلم وقلم، او ثبتنا ورقة A4 على ايد،
يعني على ايدنا على الاصابع، وضغطنا في اصبع في نص الورقه، مش هذول الزوايا بيطلعوا لفوق؟ صح ولا مش صح؟ فكر انت ذكي وبدك تحب تجربها جربها. لذلك لو جبت ورقه A4 ثبتها على اربع ركائز وضغطت في نص الورقه، القرن الاربعه بدها تطلع لفوق. طبعا في الواقع مش حتطلع. ليش؟ بسبب وجود الاعمده او السبورتس اللي على الداير. اذا دائما اي ممانعه بتؤدي لوجود شو؟ internal forces. لذلك هذه الزوايا يصير فيها مومنت اضافي او تورجن، ممكن تعتبره يعني اذا بتفكر هو بيطلع تورجن، يعني سلاب لما تلف كانه بيكون مومنت حول هذا الاكسس. فكر كيف يعني بيجي مضبوط ولا لا؟ لما الكورني هذا بتطلع لفوق كانه في مومنت جاي بهذا الاتجاه. لذلك يا جماعه يا محترمين ضروري جدا نهتم بزوايا البيت، ضروري جدا نهتم بزوايا البيت، فبدنا تسليح اضافي. اذا فهمنا الفكر، اهم حاجه ليش بدك تعرف هسه كأرقام مش فارقه، المهم الفكر. الارقام كما يلي، ايضا الشيء مش صعب وبسيط وبيبي. هاي عندنا بلان ماشي لكورنر او لا ماشي لكورنر بانل. هذه البانل شايف عمود وعمود وعمود وعمود. هذه الزاويه اللي بدنا نحط فيها حديد اضافي. هذا الحديد مكتوب عندك عباره عن مربع، ممكن تحطه شايف دياجونال، يعني مش جايب اكس واي، او بدك اياه باكس واي، يعني مش فارقه. يعني بيكون عندك مربع. هسه هذا المربع كم ابعاده؟ شايف هاي سبان الطويله، سبان القصيره، خمس. هاي اللونج على خمسه، اللونج على خمسه. اذا انت بتروح للبنل اللي جاي على الكورنه خمس سبان الطويله، بتحط تسليح مربع. هذا التسليح شايف توب اند بوتوم، يعني شبكه حديد فوق وشبكه حديد تحت، بنحطه في زوايا المنشا. اذا فهمنا ليش، وفهمنا على اني مساحه بنحطه، وفهمنا على كم لاير. حاليا كارقام يعني فاي قديش، او مثلا قديش الايرو ستي، ما بدهم رياضيات، يعني ما في داعي انك تعقد نفسك، بس بتضيف حديد زياده وانتهى الموضوع. كيف الحديد هذا؟ انت بتشوف الحديد، طبعا هو اصل بدها اثبات، بس طبعا اثبات بدك تشوف يعني كفاينايت اليمنت، او انك تعمل تجربه على ساب او كذا، مش يعني بسرعه بتنحل. فهذا الحديد اللي بنضاف حسب صاحبك الاي سي اي هو بمقدار الحديد الموجود، الحديد السفلي الموجود في البنل. يعني هذا البنل بتشوف مثلا اكبر حديد سفلي فيها باي اتجاه 1.16 كل 10 سم. اذا هون بتحط قضبان 1.16 كل 10 سم ماشي، بمربع الضلع الطويل على خمسه. هذا هو موضوع ايش؟ الكورنر ريفورس. اخر شكل عشان نصير زي شعبة الصبح، هذا الشكل اللي هو بشرح لك كيف. احكي عريم. دكتور بدي اسالك، الحديد اللي بنحطه بيكون شبكه يعني باتجاه اكس واتجاه واي، بيكون اكبر حديد سفلي بالبنل؟ مظبوط، تمام، كلام سليم. لذلك يا جماعه يا محترمين، اخر نقطه، كيف نوزع الحديد ماشي في البنل، كيف نوزع الحديد ماشي في البنل او في سلابه without beams. فهذا الجدول او هذا الشكل ماخوذ من الاي سي اي، طبعا نفسهم يعني الاي سي اي حتى القديم يعني الجديد نفس الشكل. بالنهايه طبعا العلم ظل ثابت مفهوم، لكن التغييرات بتكون بسبب مثلا تيست معين انعمل، بسبب فيلير صار في بيت معين، لذلك يعني ممكن يكون في تغيير في الديزاين. اما في اشياء اساسيه بتظلها يعني طول حياتها ثابته. فهذا الجدول بعطيك كيف انك تمد الحديد في الكولوم ستريب والميدل ستريب في سلاب وداوت بيمز. لانه انت فكر سلاب وداوت بيمز الفيلير فيها يعني اسرع، او يعني احتماليته اكبر من وجود جسور. انت فكر يعني هون عندك سلابه قاعده مباشره على الاعمده، يعني مشكله في بانشنج شير مثلا في كولوم تفلت سلابه، ولا لا اي خلال مشكله. فلذلك هون في توضيح
على توزيع الحديد. فهنا يا جماعة يا محترمين في كولوم سترب ميدل سترب. الكولوم سترب في أكيد علوي وسفلي، وأيضا الميدل سترب في علوي وسفلي. الكولوم سترب الحديد السفلي البوتوم 100% يعني كل الحديد السفلي، كل الحديد السفلي هيو من السبورت للسبورت، ماشي الحديد السفلي من السبورت للسبورت. طبعا هون كاتب لك without drop panel وذ drop panel، لاحظ الفرق ولا شيء. يعني هون قال 0.33 هون قال 0.3، يعني عفوا يعني كلام. فلذلك انسى قضيه دروب ومش دروب. المهم اذا بشكل عام عندك سلاب فيها بماد داخليه، فبتوزع الحديدات في كل فريم كالاتي: منطقه الكولوم ستريب الحديد السفلي كله من السبورت للسبورت. هون حاط جزء مع هوكس جزء without هوكس، انت بتقدر تحط جميع هوكس في النهايه بيكون احسن. تمام. اذا هذا الحديد السفلي مع هوكس كله سبورت داخليه سبورت خارجيه كله بيكون تمام. طبعا السبورت الداخليه بنحط الهاش، طبعا هون شيء واضح لنا بنحط الهاش هوك، بس القصر لو شركنا بده يكون الحديد داخل ديفلوبمنت لينك. يعني زي ما حكينا ايضا اشياء زي هذه بالبيم او بالون واي سلاب، يعني المبدا بضل نفس الشيء. طبعا اذا الحديد السفلي في الكولوم ستريب جميعه من سبورت للسبورت مع ديفلوبمنت لينك. التوب ستيل، التوب ستيل احنا تعودنا لثلث سبان اذا فاكر، فلذلك هون مقترح 50% للثلث، شايفهم 50% للثلث سواء كان سبورت خارجيه او داخليه، و50% للخمس. ما اعرفش هذا بيرجع لك، والله بتحب توفر بتخلي 50% من القضبان للثلث وال50 لبوينت، بدك كلهن للثلث ما في مشكله. يعني بشكل عام هذه القضيه مش جديده انه الحديد العلوي بيمتد على الاقل لثلث الكلير سبان. تيجي اذا هذا هو الكولوم ستريب. طبعا انو اهم الكولوم ستريب ولا الميدل ستريب؟ فاكرين الكولوم ستريب صح ولا لا؟ والمومنت اللي فيه اعلى. الميدل ستريب لاحظ فيه تنازلات. الميدل ستريب الحديد العلوي كله حوالي ربع سبان او اقل شوي 0.22. طبعا هذا الحكي ببين معك كيف لما انت تبني نموذج تو سلاب في ساب وتصير تفر الماوس وتشوف كيف الارقام تتغير في الميدل ستريب ولا في الكولوم ستريب. تمام. فراح تلاحظ معناها حسب الكلام اللي هون انه امتداد النيجاتيف مومنت يعني العلوي في الكولوم ستريب عبر سبان اكبر من امتداده في الكولوم ستريب في الميدل ستريب. سهل جدا اثبات ذلك، طبعا مش بالايد، ما يعني بفاينايت اليمنت او باستخدام برنامجك الكمبيوتر تطلع عليه. الميدل ستريب الحديد العلوي زي ما ذكرنا كله حوالي ربع سبان. انا بالنسبه لي في الواقع كلهم بمدهم لثلث سبان. انا بالنسبه لي لو فاضي ما عادش حكينا لكم ولا لا، كان انا عملت كود الي، بس مرات الواحد مش فاضي يعني ما في داعي يعني لتعقيد زايد عن حده. لذلك انت بتقدر في الواقع الكولوم ستريب سواء كان الكولوم ستريب والميدل ستريب التوب كلهم لله ثلث سبان، لكن لاحظ بامكانك الميدل حتى اقل من الربع والكولوم ستريب حتى الثلث. البوتوم في الكولوم ستريب كله من السبورت للسبورت مع هوكات. هون طلع البوتوم شو حاكي فيه، حاكي نصه من السبورت للسبورت، حتى حضرته مش حاططه. انا بفضل تعمل دائما هوكات، ماشي. فالميدل ستريب السبورت الداخلي ما فيه هوك، طبعا داخلي السبورت الخارجي. السبورت الداخليه زي ما ذكرنا في ايش؟ سبلايسنج، حتى برضه حضرته حاطط بس الدخول 15 سم. طبعا انت حر يعني بدك تلتزم فيه التزم. تمام؟ لذلك البوتوم ستيل في الميدل ستريب 50% من السبورت للسبورت مع 15 سم 15 سم، بس انا حكيت لك انه الديفلوبمنت لينك بيكون احسن. وال 50% الباقيات طلع كيف؟ عامل كت اوف بارز. السفلي عامل كت اوف بارز بحيث ال 50% هذه السبورت الخارجية ما في عندها كت اوف بارز. لاحظ القضبان هذول الزرق والخضر باديات من نفس المكان، لكن سبورت داخلية 50% داخلات في السبورت و 50% راجعات عن المركز. طلع حسب رسمته 0.15 ال ان،
تمام. طبعا هذه الرسمه يعني على الاغلب مش راح اجيب لك يعني في امتحان، لان بهمنيش الدقه يعني من هون، بس احنا زي ما درسنا زي ما يعني حكينا انه احنا ما بندرسك من شان امتحانات، احنا من شان العلم. لذلك انت مثلا في مشروعك افرض اخترت فلات بليت فرضا، اذا كان مسموح في نص المشروع، لان الناس انا شو نصه كان. لذلك اذا اخترت مثلا فلات بليت اكيد انا يعني ذكرت لك او ما ذكرت لكش بان دائما قراءه بروفيشنال، يعني انا بدي مشروعك تسلمني اياه تقرير رائع ومخططات رائعه، بحيث لو اجى على بالي اطرحه عطاء بالسوق يكون كامل وما في اخطاء. واضح؟ لذلك واجبك ترسم مخططات بروفيشنال. لذلك اذا اخترت مثلا انت نظام فلات بليت يعني بتستعين في هذا الشكل، حتى لو مش حرفي. يعني زي ما ذكرت لك انا بالنسبه لي التوب والتوب بعملهم ثلث ثلث ال ان مثلا، ما في داعي لهيك. ايضا انا بالنسبه لي بعملهم جميع الهوب كات اللي في السبورت الخارجي، سواء كولوم سريب سواء ميدل سريب مثلا. يعني اذا احنا بهذه النقطه بنصير زي شعبه الصبح. علقنا تعليق صغير اللي هو قضيه المشروع. لسه في عندي 5 طلاب مش عاملين جروبات، لذلك يرجى انهم يعطوني الجروبات في اقرب وقت. نقطة أخرى إنه أنت صرت حاليا بتقدر تشتغل في المشروع، لذلك مش أنتوا تخلوا المشروع آخر أسبوع وتكون متأخرين ومش عارف شو. فلذلك تسليم المشروع دائما أنا عندي قبل بداية الفاينل بأسبوع. إذا الجامعة حكت الفاينل مثلا ب 10/12 مثلا، اطرح 7 فأقصى موعد للتسليم 3. بعدين أنا ما عندي ليت تقول لي والله أنا بسلم بعد أسبوع وخصوم لي 10. أنا تقريبا يعني مش فاكر إنه ضمن يعني لما أكون يعني ضمن أنا يعني ما بدرس ولا مرة ما أنا عملت ليت، يعني مش فاكر بالمرة. فكلمة ليت مش موجودة، إما صفر أو علامتك اللي بدك إياها. فلذلك ما بتلتحقوا بالوقت. إذا ضمن مجموعاتكم أنتم وزعوا، إذا حدا أصلا بعرفش بجوز في ناس حتى ما شافوش المشروع، كل مجموعة أنا أعطيتهم رقم، وكل رقم له سبانات شكل، معناها كل مجموعة لها مشروع شكل. فلذلك المجموعة أول نقطة تفهموا نص السؤال. نقطة أخرى توزع الأعمدة، لأنه أنا برضو خليت لك الأمر مفتوح. لذلك بتوزع الأعمدة ضمن الليميتيشنز المكتوبة، لأنه أنا معطيك حد أدنى وحد أقصى لطول السبان. لذلك بتوزعوا الأعمدة. وأيضا أنتوا حاليا صرتوا تعرفوا الوضع، يعني انت حاليا بتعرف تصمم كل حاجه، ضل بس قضيه البنشنج بس. والبنشنج اذا اخترت فلات بليت، اذا انت زي ما ذكرت لك انا ناسي نص السؤال، اذا انا مثلا مش محددك بكلمه فلات بليت، اذا انت حاليا بتقدر تصمم المشروع شبه كامل، بضل نقطه التورجن مثلا ونقطه الديفليكشن، لانه لازم تعمل تشيك على الديفليكشن. تمام؟ لكن انت على الأقل وزع الأعمدة، وزع البيمات، ماشي، جد أبعاد البيمات الأولية زي ما تعلمنا من ألفا اف ام وألفا كده، جد سماكة السلاب الأولية. أيضا مش بدك تضع نموذجك أو بدك تمثل البيت هذا على ساب، أيضا شوف قديش أبعاد، لأنه ما ظنيش أبعاد الكولوم أعطيك إياها، برضو مش معطيات أظن. لذلك ابعاد الكولوم زي ما درست بخرساني واحد، لما انت تقترح بيمات تقترح سلابي، يعني انت بتعرف قديش وزن المتر مربع، فمن التريبيوتري اريا بتعرف الكولوم قديش عليه لود، وبتقدر تعرف ابعاده الاوليه. فحضر هذه الاشياء. لذلك عمو انت معك شغل حاليا موجود مفتوح للمشروع، وايضا بامكانك تبدا في رسمه على صاحبك ساب. الجريد لاينز وكولومز وبيمز، افرض غيرت سماكة السلاب انت بتعرف اساين اريا سكشن تغيرها، غيرت سماكة البيم سماكة الكولوم ابعاد وكذا. بس اذا معناها بالامكان توجد جميع الابعاد الاوليه سلاب بيمز كولومز وترسم كذلك. ماشي عمو؟ لهذه النقطه بنكون وصلنا لنهايه هذه المحاضره.